يعني الاخوان اللي صعدوا الفوق في الملحق الوزاري يعني معولين على الانتحار والموت في سبيل هذه القضيه. هذا جاء على مجموعه ديال الاعمال النضاليه اللي كنقوموا بها ورد على تعنت المسؤولين انهم ما بغاوش يديروا معنا شي حل. الحكومه في حد ذاتها انها ما بغاتش كنلمسوا فيها واحد التعنت كبير انها ما بغاتش دير معنا شي حل. جا منين الاعتصام ديال الوزاره ديال التنميه اللي كان في شهر 10 في 2018 اللي كان 21 يوم وحنا في السطح 21 يوم وحنا في السطح وكان على اثر ديال الوفاه نتاع الشهيد ديالنا اخونا صابر الحلوي الله يرحمه مسكين وفاد النار اللي من وراه جاوا الفروق البرلمانيه الاجتماعات كيوعدونا اننا غادي نديروا وغادي نديروا. جات الحكومه مرصا ان غادي ندير غادي نخرجوا سميتو خرجنا مباراه فيها 50 منصب وهي كانت مباراه اللي تغنوا بها في جميع وسائل الاعلام والدليل على ان الحكومه انها كتحقد شي حاجه سميتها المكفوفين انهم لما نظموا هذيك المباراه ما جاوش حتى عند المكفوفين ان داروا مباراه ذوي الاحتياجات الخاصه للمعاقين بصفه عامه. لان المعاقين 50 منصب يتباروا عليها المعاقين كاملين المكفوفين ولا معاقين حركيا ولا معاقين يعني اي واحد عنده غير سبعه ضروره غادي يجي يدوز معك هذيك المباراه وما احترموش فيها يعني الكفاءه والناس ديال المناضلين. ومع ذلك اننا احنا المباراه ما كتهمناش شي حاجه سميتها المباراه. احنا بغينا الاستثناء لان ومن هذا المنبر هذا كنطالبوا صاحب الجلاله باش انه يدخل لنا في الحل ديال القضيه ديالنا لاننا عينا من تشردوا في الشوارع من 2011 وحنا مشردين في الشوارع يعني ما هذه الحكومه والمسؤولين ما بغوش يديروا معنا شي حل لا في الولايه ديالهم الاولى ولا في الولايه ديالهم الثانيه. لحد الان هي غدا والوزيره بسيمه الحقاوي انها ما بغاتش توقف معنا في هذا الملف هذا بانها كتقول لك انتم انا ما كنعترفش شي حاجه سميتها النضال وما توقفونيش نضاله المكفوفين وهذا وحنايا ما درنا هذه الخطوه هذه الا وانه وصلت فينا حتى العظم يعني اخر خطوه كنقولوا كما كيعرف الراي العام من 2011 وحنا معطلين حاملين الشواهد. الحكومات ما عمرها دارت معنا شي حل وما بغاتش دير معنا شي حل. درنا اعتصام في وزاره في سطح وزاره التنميه والاسره والتضامن في 2018 شهر 10 اللي كان فيه الوفاه ديال خونا صابر الحلوي الله يرحمه. ومع ذلك ان هاد الناس هادو ما بغاوش يديروا معنا ولو حتى شي حل. داروا لنا مباراه اللي كانت مهزله ديال 50 منصب اللي دوزوها ما يقارب 1000 واحد مباري على 50 منصب كانت فيها خروقات كبيره. هاد المباراه هادي احنا المباراه لا تخدم مصالح المكفوف بهذه الطريقه هذه. احنا كنطالبوا بالاستثناء وكنتمناو من صاحب الجلاله انه يتدخل لنا في هذا الملف هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.